لك حتى اتصال ما اتصل، لا هو ولا أهله. الكل بالضيعة عم يحكوا، أكيد موصلين له الحكي. دكتور عفوا، كلياتنا هون لحتى نساعدك. طم رح اطيب عن قريب. دكتورة لحظة، نحن مين بده يساعدنا؟ عقلكم ساعتها؟ كنا سكرانين خالي. تشرب وسم ان شاء الله. شلون بدنا نحل هلا؟ بتعرف ابوك شو بده يعمل فيك وعمك كمان، وشو راح يكون موقفهم بين اهل الضيعه هون؟ وانت التاني طلعت اغبى منهم؟ من هون وطالع انسى يقول لك اسهم بالشركه، انسى كل شيء، عم تفهمني؟ نحن اتصلنا فيك لتلاقي لنا حل، مو لتنظر علينا. بدك تعرف شو راح يصير معكم، راح تنالوا جزاتكم. بترجاك تلاقي لنا حل يا خالي. طيب اذا تزوجها واحد منا ما بتنحل المشكله؟ كتب كتاب كيف من كان يعني. ما ضل هيك شيء، القانون تغير. انت جاهز تتجوزها؟ ولا انت مستعد تترك خطيبتك مشان شقفة راعية ما بتسوى فرنجين؟ اهدى خالو منير. يعني كان ناقصكم صياعة وبنات شيء؟ ولك الحيوانات ما بتساوي عملتكم، هي اغبية. حاجة خالو منير، انت لازم تطالعنا من المصيبة. حاجة عاد. ايه، انت مضطر تطالعنا. إذا تفركشت خطبة سليم أنت كمان راح تنتهي. شو عم تحكي ولك واطي؟ اتركك مني هلا، تمام؟ نعرف انه نحن غلطنا، بس نحن كنا شربانين، كنا اخذين حبوب كمان، كنا فايتين بالحيط. ولك وعم تحب حبوب كمان؟ اسمعني، البنت بالمشفى والشرطة كانوا عم يحققوا عنا بالبيت. شلون وصلون الخبر؟ خليني كمل حكي، اسمعني منيح، هالبنت اهلها فقرة كتير. وشو عرفك فيهن؟ نحن شفناها قبل هيك. يعني بتعرفوها هالبنت من قبل؟ وكنتوا حاطين عينكم عليها من زمان؟ لا مو مثل ما فهمت، روح حاول مع اهلها واعطيهم مصاري ليسكروا على الموضوع. فكر بهالبساطة. بعرف انه مو بهالبساطة، بس حاول تلاقي لك طريقة. طيب من وين بدكم تدبروا المصاري؟ لك رشاد رشدان مو مستعد يدفع لكم فرنك بدون ما يعرف لشو بدكم المصاري. اتركها علي انا بحلها، بنحطها ببند من بنود المصاريف، انت تسالي موضوع المصاري هلا. ما شاء الله طلعتوا عصابة وانا مالي خبر. خالو مشان الله تلاقي لنا طريقة لنحل هالمشكلة، بساوي شو ما بدك، إذا ما ساعدتنا رح تدمر حياتنا وبينتهي اسم عيلتنا. خالي والله أنا مو خايف انحبس، بس بابا بيروح فيها. أنت شلون ما فكرت بهالحكي وأنت عم تعمل عملتك السودة هي؟ وبأمك وبعيلتك، ولك كنتوا فكروا شوي بمستقبلكم اللي ضيعتوه. عم أقول لك يا خالو كرمال الله تلاقي لنا حل، أكيد أهل البنت رح يقبلوا بالمصاري. بتشكرك كتير. ليش اجيت وعذبت حالك؟ أنا آسف. هي كانت أول مرة بطلب منك تساوي لي شغلة. أنا كتير آسفة. ما كنت متخيلة رفقاتك أهم مني، عم يمشوك وراهم كأنك كلب ومالك حاسس. وليش أوعيك هيك وسخين؟ هيك كنت داير فيهم قدام العالم هون؟ بعدين وينك من امبارح؟ وقف، أنا عم حاكي. ايه بكفي. اللي فيني مكفيه. Thank you.
كريم، كريم افتح لي الباب. كريم افتح لي، خليني فوت. بترجاكي روحي. شبك حبيبي؟ احكي لي شو عملوا معك لحتى كل هالقد انت متضايق منه؟ هي أول مرة بحياتك بتعيط علي. شو صار ابني؟ يلي ما بيسمع الكلام هيك بيصير فيه. ولا مرة رديت علي وأنا عم حاكي وجاي تتفشش فيني أنا بالأخير. لك شو عملوا فيك ابني؟ احكي لي، ليش ما تركتني واجيت مع اني ترجيتك؟ احكي لي شو عملوا؟ ليش ما عم تطلع فيني؟ فكرك اللي عشت اليوم قليل جاي انت التاني كمان تزيد على قلبي؟ عم حكيك تطلع فيني؟ انا عشت اليوم اسوأ ايام حياتي بعد ما شفت هالبنت. انا ما عملت شيء. انت شو دخلك فيها؟ بحلف لك امي ويا طالله ما بعرف شو اللي صار، انا ما عملت شيء. شو عم تحكي؟ أنا مستحيل أعمل هيك شيء ببنت. أنا ماني متذكر شيء، مو متذكر. لا لا تقولها. أنا كنت شربان وأخذ حب كمان بس ما عملت شيء. صدقيني أمي ما عملت شيء، ما عملت شيء صدقيني. إن شاء الله مستحيل. ماني متذكر. ما نتذكر. يا حوي تربيتي، ما نتذكر. يسلم، أنا هلا رح أشوف شو بقدر أسوي. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. اسمي منير وأنا محامي. سمعت باللي صار بأختك وحابب إني ساعدها. مصدومة. إيه الدكتورة قالت لي تعال بدي أحكي معك كلمة. تعال خلينا نقعد شوي. ليك أنا متفهم وضعك منيح عن جد. لم عيبك اسمك لمعي على ما اظن، ما هيك؟ انا اجيت لهون مخصوص لحتى ساعدك. البنت قالت مين عمل فيها هيك؟ مصدومة فاطمة. هلا مصدومة؟ ايه فهمت انها مصدومة. يعني لهلا ما حكيت شيء. مصدومة. فهمت عليك. شوف انا رح ساعدكم مثل ما قلت لك لانه انا محامي واي شيء بتحتاجوه رح اقدم لكم اياه. ان شاء الله. الله يوفقك. لا تاكل هم، انا واقف معكم. الله يرضى عليك. مين لقاها لفاطمة؟ مرة من نفس هي الضيعة، يمكن اسمها الست الحكيمة. اختك حاكية شي لهي المرة؟ مو حسنانة تحكي. مسكينة فاطمة عم تبكي وبس. فهمت عليك.